في شو قالت لك؟ مو قالت لك تنادي لنا؟ ومع هيك ما قلتي لحدا. كانت موجوعة كتير وانتي شفتيها بعيونك، ومع هيك ما قلتي لحدا. كلياتنا كنا بالبيت، كان فيكي تخبريني او تخبري امي، بس ضليتي ساكتة. ليش ما عم تحكي شي؟ انا عم اسألك جانكا، ليش ما قلتي لي انه مات في مريضة كتير؟ قولي، شو نسيتي؟ لك بكفي بقى، فهميني كيف فيكي تعملي هيك بمدفي؟ كانت كتير موجوعة، ما خفتي عليها انها تموت؟ ما عم صدق انه فيكي تعملي هيك شي يا جانجا. لك ليش ساكتة؟ احكي، جاوبيني يلا جانجا، عم اسألك جاوبيني. جانجا جانجا ارجعي. نيرو نيرو ابني. بكفي ابني، ليش عم تعيط وتضايق حالك؟ خلص اقعد ارتاح. المهم انه هلا مادفي بخير والحمد لله، ما صار لاي شيء. طيب لو صاير لشي، امي انا مستغرب من تصرفات هالبنت، كيف بتغلط هيك غلطه؟ يعني معقول البنت تكون عملت هيك قصدا؟ نسيت انك عيطت عليها، مشان هيك يمكن هي حطت هالشي براسها وزعلت، وخصوصي انها عنيده نيرو. هذا ما اسمه عناد يا امي. اذا اللي عم تقوليه كان صح بيكون هذا اسمه اذى. عن جد اللي عملته ما بيصير. قديش عملنا شغلات كرمالها وما نقصنا عليها ولا شيء، وحبيناها كتير، وحتى لو عيطت عليها فهذا لمصلحتها، حتى تنجح بحياتها وتأمن مستقبلها وتكمل دراسة. صحيح، هاي البنت كتير شايفة حالها. إذا بحكي شي عنا أنت بتتضايق وبتدافع عنا دائما، مشان هيك قررت إنه ما بقى أحكي شي عن هالبنت لو شو ما ساويت. ولولا هيك ابني كنت عرفت ربيها من زمان وما كانت تمادت. أنا بعتقد معك حق باللي قلتي. أمي ما في غيرك رح يقدر على جانجا. بعرف إنه هي البنت مو من عيلتنا، بس وقت اللي جبناها لهون صارت مسؤوليتنا ولازم نعلمها الصح من الغلط. بس رح تقدري عليها؟ يعني عندك شك نيرو؟ نسيت إنه أنا لحالي اللي ربيت ولادي؟ أنا لحالي وصلتك للشي اللي أنت فيه هلأ، ومو بس أنت، وكمان ربيت ولادك وعلمتهم الأخلاق منيح، أحياناً بالمحبة وأحياناً بالعياط ابني. بعرف أمي، وما نكرت بنوبة وجانجا كمان بدها نفس الترباية، لهيك كنت عم أسألك إذا فيك تربيها مثل ما ربيتينا. طيب أنا جاهزة، بس رح أعلمها على طريقتي نيرو. رح أقول لك شي، إذا بدك تتدخل بكل شغلة صغيرة وقتها ما دخلني. وأنا موافق، لأني هلأ فهمت إنه مع محبتنا لازم نقسى شوي على جانجا كمان.